الان بمرر لماتيو الوان تاتش من الكسندر الكسندر بيحاول الكره داخل المرمى. جول فك النحس، عم بفك النحس حاليا ميشيل صافي بايدي الله حفظ. ميشيل صافي عم يسجل الهدف الاول بهيدي الاثناء. ميشيل بعد ما فك النحس بشكل رائع جدا، ميشيل عم بيسجل الهدف الاول بهيدي اللحظات. ميشيل صافي، فاذا 1-0 لصالح فريق اتلتيكو. يعني بعد سلسله كرات واداره لسلسله من الكرات السائحه للتسجيل، ميشيل صافي عم بغني على طريقة وديع الصافي وعم بسجل الهدف الأول بالمباراة لمصلحة الفريق الأبيض.